أهلا بكم إلى جولة لأبرز ما جاء في الصحافة المحلية والعربية من القدس دوت كوم. البداية من صحيفة القدس والتي كتبت: الأسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتبارا من اليوم حتى تحقيق مطالبهم. تدهور الوضع الصحي لسبعة أسرى بينهم ثلاثة من المضربين عن الطعام. أمريكا تصف وقف إسرائيل تحويل مستحقات الضرائب للسلطة بالمؤسف. الحديقة القومية مخطط يحرم المقدسيين من التوسع العمراني. مسؤول إسرائيلي: لن يتم الاتفاق على تمديد المفاوضات بدون الإفراج عن أسرى من الداخل. أما صحيفة الحياة الجديدة فجاء فيها: الوزير: الدولار أو الدينار بدلا من الشيكل إذا تكدست العملة الإسرائيلية نتيجة العقوبات. إضراب جزئي في السجون اليوم احتجاجا على عزل الأسير إبراهيم حامد. الرئيس يستقبل زعيم حزب العمال البريطاني ويتسلم رسالة من لافروف. محكمة باكستانية تبرئ طفلا رضيعا من تهمة محاولة القتل. وتساءلت الحياة الجديدة في صفحتها الأولى: من أشعل أسعار الأرز؟ إلى صحيفة الأيام ونقرأ أبرز عناوينها: بيرتس: حان الوقت ليحسم نتنياهو موقف حكومته. مصدر إسرائيلي: لن تكون صفقة دون أسرى 48. لاندو: تصريحات الأمريكيين تشدد مواقف الفلسطينيين. صور الأسرى القدامى في باقة الغربية تغضب المستوطنين. نيويورك تايمز تحذر إسرائيل وإيران من الاستمرار في مسارهما الراهن. المعارضة السورية تتهم النظام باستخدام الغاز مجددا. حالات تسمم واختناق في ريف حما إثر قصف جوي. ننتقل إلى الصحافة العربية ونطالع أبرز ما جاء في الشرق الأوسط السعودية. طهران تحصر خيار مرشحها الجديد للأمم المتحدة في فريق التفاوض النووي. تراشق بين النظام السوري والمعارضة حول استخدام الكيماوي. قوى سياسية تصعد لإسقاط قانون تنظيم التظاهر. سجن حازم أبو إسماعيل سنة لإهانته القضاء المصري. الجزائريون المقيمون في الخارج يبدأون التصويت. أخيرا نقرأ في الحياة اللندنية التي كتبت: توقيف مطلوبين خاطرين في البقاع اللبناني. المعارضة تطالب بتحقيق سريع ومواجهات قرب لجوية في حلب. تسمم واختناق في حماة بعد براميل متفجرة للنظام. الكويت: المعارضة تعلن مشروعها لتعديل الدستور والحكومة المنتخبة. موسكو: لا تقبل تهديدات كييف باستخدام القوة. معارك ضارية في مدن شرق أوكرانيا. الجزائر: ستة مرشحين للرئاسة وخصم وحيد لبوتفليقة. إلى هنا تنتهي أقوال الصحف. نترككم الآن مع رسوم الكاريكاتيرية. تأخذني حياتي إلى أماكن كثيرة، أحب أن أعيش الحياة في أفضل أحوالها، لكنني في الوقت ذاته أريد أن أبقى على اتصال والإحساس بالقرب من عائلتي ومن أصدقائي. لذا أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.